جائزة أفضل ممثلة باستفتاء الجمهور 2022 عن مسلسل راجعين يا هوى، الفنانة هنا شيحة. هنا كانت مبدعة في الدور السنة دي، يعني كل المسلسل كان رائع، كل المسلسل كان قوي. أسامة أنور عكاشة وروحه كانت موجودة وبقوة من خلال كل نجوم العمل، بس فريدة كانت شخصية لوحدها، شخصية مختلفة. بالراحة بالراحة، خلي بالك. اشكركم، عايزه اشكر وشاشه استاذ احمد الهواري، استاذ علاء الكحكي، ميرسي جدا. عايزه اهدي الجايزه دي لامي، وعايزه اشكر اروما وتامر مرتضى واستاذ محمد سلامه المخرج وخالد النبوي، وبهدي الجايزه لكل اسره المسلسل. شكرا. جائزة